عن طريق هذا الجهاز البسيط الاكزوميتر، بس نحط اصبعنا وهو لحاله بيطلع لنا كمية الاكسجين اللي موجودة في الدم، يعني كمية كريات الدم الحمراء. طيب هلأ شو الاعراض اللي ممكن نلاحظها اذا كان في عندي مشكلة في الطحال؟ اذا بنحكي عن اعراض، مدام نحكي هو جهاز مناعي كجهاز لمفاوي، اذا بده يصير في عنا حرارة، بده يصير في عنا التهابات في الجسم، بده يصير في عنا انفلونزا. معناته في هاي الحالة انه الطحال بيكون متأثر في الالتهابات. طيب من ناحية حجم، بيكبر من حجمه لدرجة ان نقدر عن طريق الفحص السريري اذا ضغطنا تحت المنطقة الصدرية بالطريقة هذه فبنشعر فيه، وهاي المناطق بتكون مؤلمة. الألام وين ممكن تكون؟ طبعا في المنطقة اليسرى من أعلى البطن، وممكن كمان نحس بألام في الكتف الأيسر في أعلى البطن، في منطقة الرقبة من هون في أعلى في المنطقة الشمال، لأنه العصب اللي بغذي الحجاب الحاجز، عضلة الحجاب الحاجز بمر بجنب الطحال، فإذا صار في تضخم فبصير يضغط على العصب هذا، فبعطينا الريفيرال بين هذا اللي بيطلع على الكتف أو على الرقبة. من الأعراض الثانية طبعا الانتفاخات اللي في الجسم، سواء في الرجلين أو في الإيدين. إذا بنحكي عن احتقان في الطحال أو زيادة من عدد الخلايا وتضخم، في هاي الحالة بنحكي عن سكون في عمل الجهاز اللمفاوي، يعني سوائل زايدة في الجسم، يعني انتفاخات. وبعدين بصير ممكن نلاحظ التغيرات الجلد من ناحية اللون، يعني بقع سوداء، زي الأعراض اللي ممكن نلاحظها مع التشحمات الكبد، لأنه كله في نفس الدائرة، الكبد، البنكرياس، الطحال، ودخله كمان الجهاز الهضمي في الموضوع والقولون. طيب هاي عرفنا الأعراض. طبعا زيادة الوزن وخصوصا في منطقة الكرش أو الأرداف والمنطقة العلوية من البطن، هذا كمان جزء منه، وأي مشاكل في الكبد. طيب شو العلاج؟ العلاج حسب المسببات. المسببات ممكن يكون فقر دم، ممكن يكون أمراض الدم زي الثلاسيميا، زي حمى البحر الأبيض المتوسط، زي أمراض دم تانية، وهذا بيعمل عملية زيادة في تكسير هذه